بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو. عدة مباريات نشوف الآن. هذه مباراة حط لي الآلة الطائرة. الآلة الطائرة صعب تدافع عنها، صعب تدافع ضدها بساحر الثلج. وهنا حط لي هجمة غدر بالجهة الثانية. يا ليل، بس يا ليل. حط الفارسة ضد الشبح من ورا البرج، فحركة كذا. حط لها الطائرة، لا ما حطها، حط الساحرة. ولا يهمك ولا يهمك. الآن حط ساحر الثلج بالغافري، خلص من الشلة ذولا. يا سلام، حلو حلو حلو. الآن نقدر نقول يحق لأبا حنيفة أن يستريح، يحق لأبا الفوارس أن يستريح. الآن هنا هو بيتورط، هو بيتورط. لا، حط العملاق. أنا توقعت بيحط العملاق، حاول يسحب الفيكا. لا، الحين أنا تورط، الحين أنا تورط. حلو حلو حلو، الحمد لله. لو جاب التعادل كنت قلت تو، لانه هو متقدم علي بالبرج اليمين بشكل واضح. جلس يضرب بالعملاق كذا مره. مكسيكي كويس، فزنا عليه بالعاده. المكسيكيين، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف هذه المباراة، نشوف هذه المباراة كيف كانت. حط الفالكري وراها الفارسة، ناوي يضرب بالفارسة لكن الحمد لله. لا لا، هنا ماتت الفالكري. حط الساحرة، هنا أنا تورط، هنا تورط. أوبو، قلت مسوي تجميد للأمير لكن ما جمدته. فر، لازم احط باكل. استهبل ذا، يحط لي هياكل. كويس، نحط الفرن، نحط الفرن او ساحر الثلج، واحدة منهم بسرعة. فرن، يلا. لا 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 لا، الناس وقعت عنده طيور، ما قدرت اني اسهم لانه عنده برميل، عنده برميل غيلان. هنا انا متورط، عنده طيور وعنده هياكل، انا متورط صراحة. عندي بس اسهم، يعني اعتمد على الفالكري ضد الهياكل ممكن. اهم شيء لا يتقدم هنا، لا تقدم. فاز فاز فاز، الله يعين. بس والله ما ادري، انا استهنت فيه بالبدايه ولا اخبطت. هذه المشكله، اذا ضيعت فرصه خلاص ممكن تكون اخر فرصه لك. ما راح تقدر ترجع، ولا راح تقدر تتدارك وتستعيد المباراه. نشوف الان هذه المباراه لزميلنا القبيله، واحد استوى 4300. جالس يلعب بداية حلوة، بداية حلوة، يقدر يفوز. عنده الفارسة 13 ما شاء الله. من الآن حط له الخصم فيك. لا لا لا، الهجم من الجهة الثانية، هجمة غدر. آخر 30 ثانية، بس يدافع، بس شوي يمسك دفاع ممكن. هنا حلوة الحركة، مضطر يحط الساحرة هنا على أساس إنه فيك. إن الله شكله بيدفع القناة. لا كويس كويس، روك الفوز.
هذا انا قاعد اشجعه. مباراة حلوة. يا طيب هذه قبيلتنا وهذا هو اللاعب. نشوف مباراة اللي بعدها. بسم الله. شوف مباراتي ضد موست بلست. هذا حط لي أميرة الحين وأنا ما ألعب بالأسهم هذه المباراة. هنا تقدر تقول تورطت. تقدر تقول فعليا تورطت هنا لأني سمعت نصيحة عزوز حطيت الهياكل الثلاثة. لازم أحط التجميد على ساحر الكهرب لأنه قاعد يضبطنا. ما أعرف هل كان قرار صح أو لا، والله ما أدري. لا 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 لا، بسرعة يا الفرن بسرعة. الآن مستحيل. معركة صعبة، معركة صعبة. هل أحط المنطاد؟ كويس حطيت المنطاد، ما عنده طيور. كويس هجمة لا بأس فيها. الله عليك. الآن هنا الوضع مثالي، وضع مثالي، وضع ممتاز. حط ساحر الكهرب جلده ضربه كيف بيكا. الحمد لله الحمد لله، تقريبا ولا لمسة ولا لمسة. طبعا الهياكل ما فادوني كثير يقول لكم الصراحة، يعني لو كان معي أسهم كنت ارتحت أكثر ضد الطيور وضد الأميرة. فنرجع لأسهم أحسن، نلعب بالأسهم أحسن. هذا الخصم نشوف. بسم الله. هذه مباراة سايكلون، مباراة سايكلون زميلنا بالقبيلة. هو وصل للذهب. يلعب الآن ضد قوس وضد تسلا. خصم جالس يغط، خصم غفيف. شوف كيف ضرب الساحر. أنا أكره اللي يضربون الساحر لكن سايكلون الحين والله الخصم عنده سايكل سريع. تو قبل شوي لعب الجذع. شكلها مباراة صعبة يا ولد. الآن حنا بالمهلة الحاسمة، قاطعت الطريق وصلت. الخصم الآن، الخصم الآن وضع الخوف، حط القوس بالدفاع. عايش الخوف الآن الخصم. هنا قاطعة وصلت، قاطعة وصلت. حلو أحسنت. أضحك عليه. يبدو خصم محترم. بنت برنسس. نشوف المباراة اللي بعدها. أو انتهى الفيديو، انتهى الفيديو الآن. خمس مباريات متنوعة. أتمنى أنكم استمتعتوا.